الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأرحب بكم في الدرس الثالث من دروس شرح كتاب العلم من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى، أي تناقش وتحاور، هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس: هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال أبي: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه، يقول: قام موسى النبي خطيبا في ملأ من بني إسرائيل حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولى، فجاءه رجل فسأله: أي رسول الله، أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. قال: هل تعلم أحدا في الأرض أعلم منك؟ قال: لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إلى موسى: بلى، إن عبدا من عبادي هو أعلم منك، عبدنا خضر. قال: أي رب، فأين؟ قال: بمجمع البحرين. فسأل موسى السبيل إلى لقيه، قال: يا ربي، وكيف لي به؟ فجعل الله له الحوت علامة، فقيل له: احمل حوتا ميتا فاجعله في مكتل، أي زبيل مثل القدر، يعمل من خوص النخلي، فإذا فقدت الحوت فاتبعه فهو ثم، أي يوجد هناك، فارجع فإنك ستلقاه. قال: فانطلق وانطلق بفتاه يوشع ابن نون، وحمل حوتا فجعله في مكتل، وكان يتبع أثر الحوت، وقال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت. قال: ما كلفت كثيرا. قال: حتى إذا كان عند الصخرة نزل عندها ووضع رؤوسهما وناما، واضطرب الحوت وتحرك، فانسل الحوت من المكتل، أي خرج منه خروجا يسيرا، فخرج منه فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا، فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطاق حتى كأن أثره في حجر. فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلق بقية يومهما وليلتهما. فلما استيقظ موسى وأصبح وكان من الغد، قال موسى لفتاه: آتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب، يعني التعب، حتى جاوز المكان الذي أمر الله به. قال: فقال لموسى فتاه: أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا، أي هذا الذي نطلبه ونريده، فارتدا أي رجعا يقصان آثارهما، فوجدا في البحر كالطاق ممر، أي مكان مرور الحوت. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا الخضر على طنفسة، يعني فرش صغير على طنفسة خضراء على كبد الحوت، رجل مسجى بثوب قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه، فسلم عليه موسى، فرد عليه الخضر وكشف عن وجهه وقال: وأنا بأرضك السلام. قال: من أنت؟ فقال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: فما شأنك؟ قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟
أما يكفيك أن التوراة بيدك وأن الوحي يأتيك يا موسى؟ يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه. قال موسى: بل أتبعك، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فقال له الخضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر إلى أهل هذا الساحل الآخر، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول أي أجر ولا أجرة. فلما ركبا في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر لموسى: يا موسى، والله ما مثل علمي وعلم الخلائق من علم الله إلا مثل ما نقص نقرة هذا العصفور من البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فأخذ الفأس فنزعه ووتد فيها وتدا، فلم يفجأ موسى إلا وقد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم أي الفأس. فقال موسى: ما صنعت؟ قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فكانت الأولى من موسى نسيانا، ثم خرج من السفينة فانطلقا. فلما خرج من البحر وبينما هما يمشيان على الساحل، فأبصر الخضر فإذا غلام ظريف يلعب مع الغلمان أي الصبيان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده فقطعه فقتله في لفظ، فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. فقال موسى: قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فكانت الوسطى شرطا وهي أشد من الأولى. قال موسى: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا مائلا يريد أن ينقض يعني يسقط، فأقامه أي بناه. قال الخضر بيده فأقامه فاستقام. فقال له موسى: قومنا تيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، عمدت إلى حائطهم، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فكانت الثالثة عمدا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك أي سأخبرك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله موسى، لوددنا لو صبر موسى حتى يقص علينا من أمرهما أي خبرهما. هذا حديث عظيم قد ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه السلام في البحر إلى الخضر. وأراد المؤلف من هذا بيان أن من الأمور المشروعة في طلب العلم الرحلة والانتقال إلى مواطن العلم لطلبه. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا باب ما ذكره المؤلف في قوله: باب ما يستحب للعالم إذا سئل عن أي الناس أعلم أن يكل العلم إلى الله تعالى ولا يثبته لنفسه أو لأحد من الناس. ومن فوائد هذا الخبر أيضا المناقشة في العلم والتباحث فيه، كما وقع بين ابن عباس والحر بن قيس رضي الله عنهما
في هذا الحديث أيضا من الفوائد الرجوع إلى أهل الشأن والعلم فيما يحصل من الخلافات العلمية، ولذا رجع ابن عباس والحر بن قيس إلى أبي رضي الله عنه. وفي هذا الحديث أن الخطيب يحسن به أن يكون قائما عند خطبته، وفي هذا الحديث اجتماع الناس عند الخطيب عندما يريد أن يلقي الخطبة، سواء كان اجتماعا حسيا محققا أو اجتماعا مقدرا كما في مثل اجتماعنا في هذا الدرس، حيث نجتمع لطلب العلم وكل واحد منا في بلد مختلف، واجتماعنا كان بواسطة وسائل الاتصال الحديثة. في هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه ينبغي بالإنسان ألا يفخر بعلمه ولا يعتز به ويرفع نفسه على الآخرين بسبب ذلك. ومن الفوائد أيضا في هذا الخبر أنه ينبغي بالإنسان أن يربط ما لديه من علم بمشيئة الله جل وعلا وإرادته. وفي هذا الحديث أيضا إعلام الناس بمن هو أعلم منهم، ليكون هذا من أسباب معرفتهم لحقيقة أنفسهم، بحيث لا يكون عندهم شيء من الكبر أو الترفع على الناس. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز أن يصيد الإنسان الأسماك والحوت من أجل أكلها، وفيه أيضا جواز صنع الآنية من خوص النخيل، وفيه أيضا من الفوائد وضع العلامات التي يعرف بها الناس وقائعهم أو ما يريدون أن يعرف، بحيث إذا كان هناك أمر متفق عليه بين اثنين فيضعون علامة يعرفون بها ما يكون مؤشرا إلى ما يتفقون عليه. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز أكل الأسماك والحوت كما تقدم، وفي هذا أيضا خدمة أصحاب الفضل والعلم، كما ذهب فتى موسى يوشع بن نون معه في أسفاره من أجل أن يصحبه في هذه الرحلة. ذكر الخضر هنا قد وقع الاختلاف بين أهل العلم فيه، هل هو ولي أو نبي، والأكثر على أنه من الأنبياء لقوله هنا وما فعلته عن أمري، مما يدل على أنه يوحى إليه. وهكذا الظاهر من النصوص أنه قد مات ولم يبقى حيا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن موسى لو أن موسى حيا فأدركني لما وسعه إلا أن يتبعني، ولأن الله تعالى قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فدل هذا على أنه قد مات. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد العتب على من خالف أو قال كلمة مخالفة للحق، ولذا عتب الله جل وعلا على موسى عليه السلام عندما ادعى لنفسه أنه أعلم من على الأرض. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز ركوب السفن، وأنه لا حرج في مثل ذلك كما ركبها موسى عليه السلام. وفي هذا الحديث الازدياد في طلب العلم وبذل الأسباب للزيادة فيه حتى ولو كان بالرحلة.
وفي هذا الحديث مشروعية التواضع في العلم، بحيث لا ينسب نفسه إلى أعلى المراتب. في هذا الحديث أيضا التزود للأسفار وحمل الزاد فيها، خلافا لبعض من يدعي أن التوكل على خلاف ذلك، وهذا خطأ، فإن التوكل هو الاعتماد على الله، لا يتنافى مع بذل الأسباب في تحصيل المراد. وفي هذا الحديث أو هذا الخبر من الفوائد حذر الإنسان من الإعجاب بنفسه. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد طلب صاحب الفضل ممن يصاحبه خدمته، ولذا قال موسى آتنا غداءنا. وفي هذا الحديث أيضا مشروعية بذل الأسباب لرفع التعب والجوع عن الإنسان في أسفاره وفي غيرها. وفي هذا الحديث أيضا ما يتعلق بمعرفة هذا الرجل الخضر، ولعله سمي بهذا الاسم لأنه كان ينتهي إلى طنفسة خضراء فسمي بهذا الاسم. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز تغطية الإنسان لوجهه ورأسه في أثناء نومه أو في أثناء راحته. وفي هذا الحديث أيضا مشروعية السلام على الرجل الغريب والبعيد. وفي هذا الحديث أيضا نسبة الرجل إلى قومه، ولذا قال موسى بني إسرائيل. وفي هذا الحديث طلب الإنسان من غيره ما يزداد به في علمه، ولذا طلب موسى من الخضر فقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وفي هذا الحديث أيضا نسبة العلم إلى الله جل وعلا. وفي هذا الحديث أن العلوم على أنواع واختصاصات، وأنه يحسن بالإنسان أن يقتصر على تخصصه أو ما يفيد تخصصه، ولذا قال الخضر يا موسى إني على علم من العلم لا علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم لا علمكه لا أعلمه. وقال له أما يكفيك أن التوراة بيدك وأن الوحي يأتيك. وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية الصبر والحث عليه، وفيه أنه لا يبادر الإنسان إلى معاتبة من يصاحبهم في أسفاره حتى يعرف ما عندهم. وفي هذه في هذا الخبر استحباب أن يطيع أهل الرحلة بعضهم بعضهم الآخر، ولذا قال ولا أعصي لك أمرا. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز قبول الهدية والفضل من الآخرين، كما فعل أهل السفينة بالخضر وموسى حيث أركبوهم في سفينتهم بغير أجرة. وفي هذا الحديث سعة علم الله سبحانه وتعالى وقلة علم المخلوق. وفي هذا الحديث أيضا أنه لا ينبغي بالإنسان أن يبادر إلى إنكار أفعال الآخرين حتى يعرف وجهها والسبب الذي جعلهم يفعلونها. وفي هذا الحديث من الفوائد أن من فعل شيئا ناسيا فإنه لا يؤاخذ بذلك، ولذا قال لا تؤاخذني بما نسيت. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه إذا كان هناك شروط بين إنسان وآخر في أي عمل فلا بد من مراعاتها، ولذا اشترط الخضر على موسى ألا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرى. وفي هذا الحديث أيضا المنع من قتل النفوس المحرمة،
وفيه إشارة إلى مشروعية القصاص لقولها قتلت نفسا زكية بغير نفس. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا التفريق بين القرية والمدينة، وفي هذا الحديث الإحسان إلى الآخرين بحفظ أموالهم وعدم تمكين الآخرين من الاستيلاء عليها وأخذها. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد ما يتعلق بكرى الضيف وتقديم الطعام إليه خصوصا إذا كان مسافرا. وفي هذا الحديث دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لموسى فقال يرحم الله موسى، وفيه استحباب الدعاء لمن مضى ولو كان عند ذكر مواطن لا نرغب منهم فعل ما أدوه من الأعمال فيها. ولذا قال وددنا لو صبر موسى حتى يقص علينا من أمرهما. وفي هذا تمني تحصيل العلم وكسبه. ثم أورد المؤلف بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء، قال ابن عباس فوضعت له وضوءا يعني الماء الذي يتوضأ به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من وضع هذا فأخبر، قال فضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الكتاب اللهم فقهه في الدين. عنون له المؤلف بباب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. وفي هذا الترغيب في الدعاء للآخرين، وفيه فضيلة معرفة معاني كتاب الله جل وعلا، والمراد هنا القرآن العظيم. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الوضوء يكون بالماء، وفيه استحباب خدمة أصحاب الفضل والمكانة بتقديم ما يحتاجون إليه، وفي هذا مساعدة الإنسان غيره على الوضوء. في هذا الحديث أيضا قال باب وضع الماء عند الخلاء، يعني استحباب أن يوضع لمن ذهب للخلاء من أجل قضاء حاجته أن يوضع له ماء من أجل أن يتنظف به أو أن يتوضأ به. وفي هذا الحديث الأمر بالاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهما العلم الحقيقي. وفي هذا الحديث الترغيب في فهم الكتاب والسنة، لذا قال اللهم فقهه في الدين، يعني عرفه معاني النصوص الشرعية. في هذا الحديث فضل ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أيضا إجابة الله جل وعلا لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد أصبح ابن عباس عالم الأمة. في هذا الحديث فضل حفظ القرآن وفضل فهم القرآن وفهم الشريعة، وفيها الترغيب في التعلم وحث على بذل الأسباب في ذلك. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز ضم الرجل الكبير لمن فعل فعلا جميلا، إن النبي صلى الله عليه وسلم ضم ابن عباس. وفي هذا أيضا أن مثل هذا الضم جائز ويفعله عادة من قدم من سفر. وفي هذا الحديث تقديم الدعاء بلفظ اللهم بمعنى يا الله. ثم أورد المؤلف حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بالناس بمنى في حجة الوداع إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف
فنزلت وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف، فصففت مع الناس وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر ذلك علي أحد. في هذا عنوان المؤلف هذا بقوله: باب متى يصح سماع الصغير. وابن عباس هنا قد قارب الاحتلام. قوله: أقبلت راكبا على حمار أتان. حمار الأتان يعني أنثى الحمار، وهي على الشكل الصغير، في هذا جواز ركوب الحمار. قوله: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، أي قاربت الاحتلام، في هذا دلالة على جواز تحمل الإنسان للرواية والأخبار في مثل هذا السن. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بالناس بميناء في حجة الوداع، فيه مشروعية اجتماع الناس لأداء الصلاة جماعة في أيام المشاعر. وفي هذا الحديث ذكر شيء من وقائع حجة الوداع. وفي الحديث أيضا عدم وجوب السترة في الصلاة، وأنها على الاستحباب. قوله: فمررت بين يدي بعض الصف، في هذا جواز أو عدم بطلان صلاة المأموم إذا مر به حمار أو سار بين يديه. واستدل بعضهم بهذا الخبر على أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يبطله مطلقا. وفي هذا نظر، فإن الحديث إنما دل على مسألة ما إذا مر الحمار بين يدي المأمومين، أما مروره بين يدي المنفرد أو مروره بين يدي الإمام فلم يذكر في هذا الخبر. وفي هذا الحديث قال: قائم يصلي بالناس بمنى في حجة الوداع إلى غير جدار، قلنا بأنها تدل على عدم وجوب السترة. قال: فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، أي تأكل ما تشاء مما في الأرض. قال: فدخلت في الصف، فصففت مع الناس وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر ذلك علي أحد. وفي هذا صحة صلاة الصبي. وفي هذا الخبر أيضا من الفوائد إرسال الإنسان لحماره من أجل أن يتمكن من الصلاة. وقوله: أرسلت الأتان ترتع، فيه جواز أكل الحمار مما على الأرض من الحشائش. وفي هذا الحديث دخول الصبي في صف المصلين. وفي هذا الحديث إرسال الدابة من غير حافظ. وفي هذا الحديث غض الطرف عن بعض المفاسد من أجل مراعاة مصلحة أكبر، فإن مروره بين يدي المصلين مفسدة، ولكن هناك مصلحة أعظم، ألا وهي دخوله في الصلاة وفي الصف. ومن ثم سمح بالنظر في المفسدة من أجل مراعاة المصلحة الراجحة. وفي هذا الحديث دلالة على حجية السنة الإقرارية، فإنه قد استدل بعدم إنكار أحد له، فقال: فلم ينكر ذلك علي أحد. وفي هذا الحديث دلالة على جواز الإجازة برواية الأخبار لمن لم يبلغ إذا كان مميزا. وفي هذا الحديث دلالة على جواز أن يركب الإنسان من أجل أن يذهب للجماعة ليصلي معهم. كنت قدمت بأن الحديث دال على أن السترة ليست بواجبة، وأن الصلاة بغير سترة صحيحة. في هذا الحديث أيضا من الفوائد مشروعية صف الصغير مع الكبار في صف الصلاة. قال المؤلف عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم
مجة، يعني حفظت منه إرساله للماء بواسطة فمه، مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو كانت في دارنا. في دارنا، في هذا الخبر من فوائد متعددة لعلي أشير إلى شيء منها. فمن ذلك بيان السن المقبول للإنسان أن يتحمل فيها، فإنه عقل هذه المجة وهو ابن 5 سنين. وفي هذا الحديث أن الإنسان لا يروي شيئا حتى يفهمه ويعقله ويعرف مراده منه. وفي هذا الحديث جواز سماع الصغير وضبطه ومتى أدى الخبر بعد بلوغه. وهناك اختلاف كثير في أول سن يصح فيه سماع الصغير. في الحديث أيضا زيارة الإمام وصاحب الفضل لأفراد الناس، ولذا قال وأنا ابن 5 سنين من دلو كانت في دارنا. فهذا شيء مما يتعلق بهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المختصر، مختصر الإمام صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.